بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. بالنسبة للتمرين المعطى اليوم، نحاول عملية مناقشة التمرين أو إعطاء طرق لعملية حل التمارين المشابهة لهذا التمرين. مثلا قال أن مصنع يتكون من 40 عاملا، منهم 24 رجال و16 نساء. نريد تشكيل لجنة تسيير. نريد تشكيل لجنة تسيير. تتكون هذه اللجنة من 5 عمال، إحداهما رئيس ونائبه وكاتب وخازن ومراقب. طلب ما هو عدد الحالات الممكنة. هنا نلاحظ أن الترتيب بالنسبة لعملية اختيار العمال، الترتيب مهم. بما أن الترتيب مهم، هل التكرار ممكن؟ لا يمكن أن يتكرر الشخص مرتين. لا يمكن أن يكون رئيسا ونائبا في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون رئيسا وكاتبا في نفس الوقت. إذا التكرار غير ممكن، الترتيب مهم. معناها نستخدم هنا، نستخدم الترتيبات. إذا طلب ما هو عدد الحالات الممكنة لهذه العملية، لعملية اختيار من بين 40 عامل، نختار كم من عامل؟ 5 عمال، بحيث يكون إحداهما رئيس والآخر نائب وكاتب وخازن. إذا نبدأ على بركة الله بالنسبة لعملية الحل. الحل هو كما سيأتي. نبدأ على بركة الله. إذا بما أنه نستخدم الترتيبات، إذا الحل هو كما يلي: عدد الحالات الممكنة، نريد عملية إيجاد عدد الحالات الممكنة، عدد الحالات الممكنة. نبدأ على بركة الله بالنسبة لعدد الحالات الممكنة بعملية بالعمل التالي. إذا عدد الحالات الممكنة، بما أنه نستخدم ترتيبة، إذا الترتيبة هي كم ذات كم من عنصر. إذا بالنسبة لعدد عناصر المجموعة الكلية هو 40، نأخذ منها كم يا شباب؟ نأخذ منها 5 على بركة الله. نأخذ 5 على بركة الله، ونقوم بعملية حساب كم العدد. إذا نستخدم الآلة الحاسبة دائما، أو نستخدم القواعد اليدوية، عملية الحساب يدويا. إذا نبدأ بعملية استخدام الآلة الحاسبة. إذا هنا لدينا 40، أيوة، شيفت، ونضغط على الزر السابق الذكر اللي هو NPR. إذا يعطينا P هنا، ونختار 5، فنتحصل على أن العدد هو عبارة عن 8. العدد هو عبارة عن 78,960,960. إذا هذا هو عدد الحالات الممكنة لهذه العملية. اختيار 5 بالترتيب: رئيس، نائبه، وكاتب، وخازن من بين، ومراقب من بين 40 شخص. إذا قال ما هو احتمال أن يكون في اللجنة 3 رجال و2 امرأة؟ 3 رجال و2 امرأة. إذا لعملية حساب هذا نقوم بعملية استخدام طريقتين. هناك طريقتين لعملية الحساب. أول شيء نقوم بعملية استخدام مثلا عملية حساب احتمال هذا. ما معناه؟ أنه نقوم بعملية حساب عدد الحالات الملائمة. عدد الحالات الملائمة، إذن نبدأ بعملية حساب عدد الحالات الملائمة. نحسبها مثلا بدون ترتيب. مثلا لو أردنا عملية تشكيل لجنة تتشكل من 5 أشخاص من بين 40 شخص، إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج هنا بالنسبة للترتيب عندما لا يكون مهما، نحتاج إلى ماذا؟ إلى عملية حساب عدد التوفيقات. نحسب عدد التوفيقات لأن الترتيب هنا غير مهم، وبعدها نقوم بعملية التبديل بين هذه ال5 أشخاص. ما معناها؟ نقوم بعملية حسابها هي كما يلي: نختار مثلا لجنة من 5 أشخاص، لجنة من 5 أشخاص، ولكن هذه الأشخاص لا يهم ترتيبها، هو عملية استخدام التوفيقات اللي هي حسابها. إذن نأخذ هذا، إذن نأخذ هذا، ونقوم بعملية الحساب على بركة الله. بدل أن نستخدم التبديلة نستخدم التوفيقة اللي هي 40 5. هنا لدينا كم
قال تحتوي على كم من رجل؟ الرجال هنا ثلاث رجال، ثلاثة رجال وامرأتان. الرجال عددهم هو عبارة عن 24 رجلا، والنساء عددهم الكل هو 16 رجل. نقوم بعملية اختيارهم بالشكل التالي، نقول أنه نختار من بين 24 نختار ثلاثة رجال، ونقوم بعملية الضرب في سي، إذا نغير اللغة سي، نختار من بين النساء كم عدد النساء الكل هو 16، نختار منه إذن النساء كم؟ 2 من بين 16، ونقوم بعملية الحساب. إذا نحسب 5 شيفت، نضغط على MPR 5، معناها هنا 5 عاملي مضروبة في 24، نضغط شيفت ونستخدم NCR ثلاثة مضروبة في 16، نضغط هنا شيفت، نضغط شيفت إذن، ونضغط على العدد 2، نتحصل على أن العدد هو عبارة عن 29,145,600. إذن قمنا بعملية حساب عدد الحالات الملائمة لعملية حساب احتمال هذه الحادثة، اللي هي احتمال أن يكون في اللجنة ثلاث رجال وامرأتان. إذن بالنسبة للرجال والنساء تتبادل بين المراتب بين الرئيس والنائب والكاتب والخازن والمراقب. إذن نقوم بعملية وضع التالي، إذن نسمي هذه الحادثة، نسميها أ مثلا، ونكتب ب أ، إذن ب أ كم تساوي؟ إذن هي تساوي إلى عدد الحالات الملائمة اللي هي عبارة عن 29,145,600 على 78,960,960، إذن وتساوي، إذن تعطينا العدد التالي. إذا نقوم بعملية القسمة على 8 7 8 9 6 0 9 6 0، وتعطينا تساوي إلى 0. إذن 0.36 0.36، إذن 36، إذن نضع رقمين بعد الفاصلة. إذن تحصلنا على احتمال أن يكون في اللجنة رجلان وامرأتان. إذن هذه الطريقة من الطرق، بما أن الترتيب مهم، وبالنسبة للترتيب الترتيب مهم، إذن هنا دائما نستخدم هذه الحالة، نستخدم هذه طريقة من الطرق، أو نستخدم طريقة أخرى لعملية حساب عدد الحالات الملائمة. هنا الطريقة، إذن هنا الطريقة رقم واحد، إذن الطريقة رقم واحد حسبت. إذن الطريقة رقم اثنان لعملية حساب عدد الحالات الملائمة، نأتي إلى هنا ونقوم بعملية تحويلها هنا. إذن تابع معي صديق. إذن الطريقة رقم اثنان ماذا نستخدم؟ نقوم بعملية استخدام الترتيبات، نستخدم الترتيبات يا شباب، نستخدم الترتيبات، وهنا نقوم بعملية الضرب في، نضرب في ماذا؟ في سي ان، نضرب في سي ان بي، سي ان بي بحيث الان هذا هو عبارة عن عدد اعضاء اللجنة، ان هو عدد اعضاء اللجنة، بالنسبة لي بي هو عبارة عن عدد الرجال او عدد النساء، عدد الرجال او عدد النساء. نقوم بعملية حسابها بالشكل التالي، إذن نستخدم هنا الترتيب، بما أنه الترتيب مهم ومهم جدا، إذن نستخدم الترتيب، نستخدم الترتيب على بركة الله. إذن هنا أ، كم لدينا من امرأة في هذه اللجنة؟ يجب أن يكون عدد النساء، عدد النساء الكل هو 16، نأخذ منهم 2 مضروبة في، ومعناها في الاحتمالات هي الضرب. وكم من رجل يا شباب؟
الرجل كيف الرجال عددهم الكلي هو 24، نأخذ منهم كم؟ 3. إذن هذه هنا ليست عدد الحالات الملائمة ككل، يجب أن نضرب في عدد بحيث أن هذه اللجنة بالنسبة لتغيير الأماكن، تغيير الأماكن بين الرجال والنساء هنا، وكأننا قمنا بعملية اختيارها ككتلة. إذن مثلا رجلين، امرأتين في الرئاسة والنيابة، وثلاثة رجال هما في المؤخرة، اللي هما عبارة عن الخازن والمراقب والكاتب. إذن هذا الاختيار ليست كل حالات الملائمة. لعملية الوصول إلى الحالات الملائمة دائما نضرب في عدد، هنا يسمى العدد الضربي أو العدد اللي هو عبارة عن سي، نضع هنا سي من لدينا اللجنة على كم من عنصر تحتوي؟ تحتوي على 5 عناصر. هذه 5 عناصر رجال منها كم؟ رجال منها هي 3، نضع هنا سي ان سي 5 3، أو نضع سي 5 2. قلنا بين الخواص الخاصة بعملية حساب التوفيق أن سي 5 2 أو سي 5 3 هما نفس الشيء، هما متساويان. استخدام الخواص وبرهنا عليها من خلال الدرس أو من خلال نستطيع عملية البرهنة على أن سي ام بي تساوي إلى سي ان ان ناقص بي. إذن نقوم بعملية الحساب هنا باستخدام الآلة الحاسبة، ونحاول عملية الحساب باستخدام الآلة الحاسبة. إذن لدينا هنا ماذا يا شباب؟ لدينا 5، نضع شيفت، نضغط على سي كم؟ 3 مضروبة في لدينا 16 من النساء، 16 نأخذ منها كم يا شباب؟ نأخذ منها 2 مضروبة في كم من الرجال؟ 24 رجل، نأخذ منها كم بعملية الترتيب؟ إذا نأخذ منها 3 ونكتب يساوي. إذن يساوي ماذا؟ إذن يساوي إلى، يساوي نفس العدد. لاحظوا أن العدد الموجود هنا هو نفسه العدد الذي وجدناه في الأول، هو نفس العدد اللي هو عبارة عن 29,145,600 بالنسبة لي. إذن هنا عند الاختيار اخترنا بدون ترتيب، ولعملية الأخذ أماكن الرئاسة والنيابة وإلى غير ذلك قمنا بعملية تبديل بين تلك الأشخاص الذين اخترناهم لعملية تسيير اللجنة. إذن نتحصل على ما سبق، أو نقوم بعملية الضرب. إذن إذا لم نضرب في هذا العدد حتما النتيجة هنا تكون خاطئة، إذن سوف نتحصل على أن الاحتمال هو نفسه كما سبق. إذن هذا بالنسبة للفنيات المستخدمة في عملية الحساب في حالة كانت هناك ترتيبات يا شباب، لأنه بالنسبة لعملية حل تلك التمارين ليست من السهل حلها، ويجب التركيز والتركيز جيدا. تعتقد نفسك أنك قمت بعملية حل التمرين صحيح، ولكن في الأخير عندما تجرب في الواقع تجد أن نتائجك خاطئة. إذن لا يكفي أن نستخدم الترتيب فقط، ولكن يجب أن نقوم بعملية إضافة لها العدد التالي، أو العدد الذي نقوم بعملية ضربه هو CNP، وهذا الآن هو عدد الأعضاء الموجودة في اللجنة، والP هو عبارة عن عدد لون معين أو عدد رجال ونساء، لدينا الرجال كم عددهم إلى غير ذلك من الأشياء. إذن هذا بالنسبة لعملية حل هذا التمرين الجميل والرائع جدا، والذي يتكون من شطر خاص بالتبديلات، لأن التبديلات بالنسبة لعملية استخدام التبديلات
عملية الحساب يجب أن نركز حتى نتحصل على النتائج الصحيحة. إذن هذا هو بالنسبة لعملية الحل بطريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. إما أن نختار جملة بدون ترتيب ونضرب في التبديلة، أو نختار التوفيقات، أو نختار الترتيبات ونضربها دائما في التوفيق سي ان بي. إذن كان معكم الأستاذ جوال أحمد من مدينة طبرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.